مساء الخير مشاهدينا مشاهدي تلفزيون الحياه في كل مكان. اهلا بيكم فقره جديده فقره مميزه من طبيب الحياه. مشكله تاخر الحمل او الانجاب تعتبر من المشاكل اللي بتقلق كل زوج وزوجه نفسهم ان ربنا يرزقهم بطفل يكمل فرحتهم. وبعد الجواز بكام شهر الموضوع بيبقى صعب جدا، بيفضلوا يسالوا نفسهم اسئله كتيره قوي، هو ايه السبب في تاخر الحمل؟ ليه ما خلفناش لغايه دلوقتي؟ وبيقلقوا جدا يا احمد. اسباب كتير جدا جدا واسئله كتير بتدور في كل اللي حصل تاخر في الانجاب، اللي خلفت وعايزه تخلف تاني وما بيحصلش حمل، اللي بيحصل لها اجهاض متكرر، اسئله كتير جدا بتدور في اذهانكم هنتكلم عنها النهارده مع ضيفنا القيمه العلميه الكبيره في مجال النساء والتوليد وتاخر الانجاب والحال المجاري الاستاذ الدكتور احمد عوض الله، استشاري الحال المجاري واطفال الانابيب بمركز دار الطب وعضو الجمعيه البريطانيه بلندن وصاحب مركز دار الطب. اهلا يا دكتور. اهلا بك دكتور احمد، منورنا وبنستفاد من حضرتك قوي كاسم كبير في هذا المجال. دكتور، ازاي بيحصل حمل طبيعي او ازاي ممكن يحصل حمل طبيعي؟ بص حضرتك، الجنس البشري خلق من رجل وامرأة. الرجل يعطي الحيوان المنوي والامرأة تعطي كل شيء. الله يا دكتور، حلوة قوي الجملة دي، نمسك فيها. طلعتهم كده. بمعنى انه الرجل يعطي حيوان منوي ويجري. بالظبط. والمرأة تعطي البويضة وتقعد. وفي هذا المكان يحدث تخصيب. والتخصيب يؤدي إلى انقسام. والانقسام يؤدي إلى جنين جيد. أو مش جيد على حسب. وهذا الجنين يعود إلى تجويف الرحم بعد وجوده داخل قناة فالوب لمدة ما هو قرابة الخمس أيام. غير معلوم ما يحدث داخل قناة فالوب. وخروج هذا الجنين يأتي عند لحظة معينة. يتناغم الجنين في اللقاء بينه وبين بطانة الرحم. في محاولة للالتصاق على بطانة الرحم. دكتور احمد، اللي بتقوله حضرتك هنشوفه كمان صوره الفيديو ازاي بيحدث الحمل الطبيعي. اتفضل يا دكتور. وهنا حصل دي الحيوانات المنويه. والحيوان المنوي هو اصغر خليه في جسم الانسان. في جسم الانسان كرجل وامراه. وعمليه تصنيع الحيوانات المنويه هي عمليه متجدده تحدث في يعني ما هو قرابه الشهرين لثلاثه. داخل الخصيه عند الرجل. سبحان الله، الحيوانات المنوية بتتخلق بالملايين، جزء كبير منها بيبقى تالف، وعدد الحيوانات المنوية الذي يفرز من دورة تصنيع حيوان منوي إلى أخرى لا زال مش معروف. حتى عدد الخلايا اللي بيصنع الحيوان المنوي داخل الخصية مفيش فحص معين اتعمل في الطب يقول لك والله الراجل اللي عنده مثلا 100 مليار خلية داخل الخصية هيبقى إفرازه للحيوانات المنوية بنسبة من كذا لكذا. الغريب إن دائما الرجل تلاقي فيه تأرجح في عملية تصنيع الحيوان المنوي، ولكن في النهاية الصورة اللي قدامك دي هي صورة تخيلية لعدد معين من الحيوانات المنوية بيسير في رحلة تعتبر بالنسبة للجنس البشري هي رحلة يعني زي ما بيقولوا ايه، زي افلام الكرتون يعني او افلام الخيال العلمي. وهذا الحيوان المنوي بعد كده هو بيدخل جوه البويضة. لا زال برضو في الطب غير معلوم كم حيوان منوي بيصل الى البويضة، ولا زال غير معلوم عدد الحيوانات المنوية اللي في التحليل قدامه قد ايه هيصل الى داخل قناة فالوب، وقدامه قد ايه هيستطيع ان يصل الى البويضة. ولكن هو فلترة البني ادمين ربنا خلقها في الحتة دي، او يعني جزء من فلترة الجنس البشري في الجزئية. سيبك من الناس اللي بتموت في الحروب والناس اللي بتموت من الامراض والكلام من ده، من قبل لما نتخلق فعدد البويضات وعدد الحيوانات المنوية اللي بيتلاقوا شهريا لا يتعدى منهم نسبة 8-10% هم اللي هيوصلوا ان يبقى في حمل. انا بتكلم على الطبيعي، الباقي كله عدد كبير. كله طار. البيضه ما وصلتش الانبوبه، الحيوان المنوي ما وصلش للبيضه، البيضه ما اتخصبتش، البيضه ما انقسمتش، الانقسام مش حلو، المطبات جوه الانبوبه زي ما يكون الجنين وصل لتجويف الرحم ما عرفش يلزق. كلها حاجات. بس من 8 ل 10 هم اللي بيقدروا يخترقوا البويضة. من 8 ل 10 هم اللي يحصل عندهم حمل. نجاح. هم اللي يحصل عندهم حمل من لقاء في سيدة شديدة الخصوبة مع جوزها 100 واحدة ست. النهاردة حصل جماع بينهم وبين جوزه بعد 20 21 يوم.
المية دول بعد لما صفوا نفسهم وعملوا اختبارات حمل 8 منهم طلع فيهم 8 حوامل، ودول كل واحدة منهم عندها من 2 لـ5 عيال في البيت، وكانت الشريض عايزة تحمل. خلاص ده ليه؟ ربنا. وما بعد ذلك الـ8 اللي حملوا دول نسبة الإجهاض من 10 لـ15 لـ20% كمان، دول بعد لما هيعملوا فيهم شوية مش هيكملوا لأنه هيحصل إجهاض، ودي من رحمة ربنا، وإلا كنا نبقى فوق بعض. أعداد رهيبة بالظبط. في الوسائل المساعدة للإخصاب بتعلى نسب الحمل لأسباب كتير، وهي نمرة واحد وأشهرهم يعني إن حضرتك شفتي بويضة قدام عينيكي، خصبت بحيوان منوي قدام عينيكي، انقسمت قدام عينيكي، شفتي الحلو من الأجنة قدام عينيكي، خدتي ما هو جيد وزرعتيه داخل الرحم. يبقى الحمل الطبيعي هو لقاء بين بويضة وحيوان منوي داخل جسم المرأة غير معلوم في قناة فالوب شمال ولا يمين، وغير معلوم عدد الحيوانات المنوية الذي يصل إلى البويضة، وزي ما اتفقنا ان الرجل يعطي القليل والمرأة تعطي الكثير، واعطاء الرجل هو حيوان منوي والست بتدي بيبي. الرجل بيدي حيوان منوي الست بتدي في النهاية طبعا أحلى يعني الحياة المجاري هي رحلة زي الرحلة بالضبط، بس رحلة مع يعني انا محدد كل خارج الجسم طيب تأخر الحمل، تعرف حضرتك في مجتمعنا بعد الجواز بشهر بالضبط بيبقوا عايزين حمل، وايه تاخر الحمل؟ امتى نقيم ان ده تاخر في الحمل؟ تاخر الانجاب او تاخر هو الإنجاب. انه امراه في لقاء منتظم مع جوزها لمده تعدت من 12 ل 18 شهر، وفي بعض الاحيان من 18 ل 24 شهر، وهقول لكم دول ليه، يبقى ما حصلش حمل، يبداوا يلجاوا الى الطبيب. ما قبل ذلك لو هي عايزه تعمل او هو عايز يعمل او هم عايزين يعملوا الفحوصات اللي بتؤهلهم لمعرفة إن كان هناك سبب أم لا أوكي، إنما ما قبل ذلك العلاج ده بيبقى بدري عن ما هو مفترض أن يكون عليه. ولكن طبعا في جزء اللي هو السوشيال فيرتيليتي، إنه واحد بيقول لك والله أنا مسافر إعارة وجاي بعد 3 سنين وعايز أفرح الست دي، واحدة ست تقول لك أنا اتجوزت 3 مرات قبل كده عمري ما خلفت، بس متجوزة دلوقتي بقى لي 3 شهور، واحدة ست سنها مثلا 38 39 40 سنة وخايفة من السن، راجل عمل عمليات في الخصية قبل كده قال لك أنا كان عندي خصية معلقة وعملت دوالي وعملت مش عارف إيه ورحت عملت تحاليل سائل منوي قبل ما اتجوز ولقيت وسويت، إنما ما غير ذلك هو دفع ناحية إجراء طبي قد يكون بدري إن أنا شوي. أعمله يعني السيدة اللي عمرها 30 سنة واتجوزت ما تبقاش قلقانه قوي يا دكتور كده تقعد مثلا واحده ما هو بصي حضرتك هو تاني 38 هم ليه قالوا 12 ل 18 شهر وده في تاخر الحمل الاولي وليه قالوا من 18 ل 24 في تاخر الحمل الثانوي؟ جابوا 100 واحده ست 100,000 واحده ست اتجوزوا في الشرق الاوسط في يناير، خلاص لقوا ال 100,000 واحده دول في يناير الجاي منهم 775,000 واحدة حملوا، يبقى ده معناه ان اللي لسه ما حملوش قد ايه؟ 25,000 واحدة، دول اسمهم تأخر انجاب. طيب 100,000 واحدة ست عندهم اولاد وشالوا اللولب وقفوا راس مال الحمل زي ما يكون، جابوهم بعد سنتين او بعد سنة ونص، لقوا اللي حمل منهم برضو تاني 75,000 وفضل كام؟ 25,000 قاموا جايين ماسكين ال 25,000 دول ومراقبينهم منهم قد ايه هيحمل في الـ6 شهور اللي بعد السنه الاولانيه، في السنه اللي بعد السنه الاولانيه لقوا ان في ال 25,000 دول اللي هيحمل لا يتعدى ال 5% من ال 25,000 في اول 6 شهور بعد انقضاء بعد السنة الأولى. تمام. قال لك في السنة الثانية كلها على بعضها اللي هيحملوا 5 لـ10% هيتبقى كام؟ 15%. 15%. بعد السنة الأولانية بعد سنة ونص سنتين ال 15,000 واحدة دول عدد قليل جدا منهم هو اللي بيحمل. يبقى الفرص قلت جدا. فقال لك يبقى بس مش منعدمة. ما بس قلت طالما هو كرجل وهي كامرأة ما عندهمش سبب واضح يمنع حدوث الحمل، فقال لك يبقى تعريف تأخر الإنجاب
هو ان انا بدور على النسبة الاكبر من السيدات اللي مش هيحصل عندهم حمل بعد انقضاء فترة زمنية معينة. احنا مسكنا الموبايل وحاولنا نطلب واحد في العشر مرات في تسع مرات الموبايل مغلق. ده معناه ان انا غالبا وانا بجرب العشرة هيبقى مغلق غالبا احتمال بالصدفة انه يطلع الموبايل شغال خلاص. نفس الكلام بالنسبة ليه حدوث الحمل. تقريبا في السنة الاولى ومنتصف السنة الثانية من الجواز في حال وجودهم مع بعض بصرف النظر عملوا فحوصات ولا لا من 100 واحدة 80 هيحملوا. هيتبقى قد ايه؟ 20 اللي هو تعريف تأخر إنجاب. ال 20 دول لو هي سليمة وهو سليم السنة الواحدة يحمل من ال 20 دول قد ايه؟ 5% واحدة أو اتنين بالكتير. من 20 من ال 20 اضربي بقى في فاكتور 1000 10000 100000 مليون زي ما يكون. يبقى نسبة حدوث الحمل في حال إن الرجل والمرأة يبقوا سلام تماما بعد سنة ودي سنة ونص من الزواج بتنخفض جدا وهو ده تعريف تأخر الإنجاب. تمام. نسمع كتير عن حاجتين مصطلح العقم الأولي والعقم الثانوي. إيه الفرق ما بينهم؟ العقم الأولي هو عدم حدوث حمل خالص ولا حمل كيميائي ولا حمل وإجهاض ولا حمل وإجهاض في الشهور الوسطى ولا ولادة عمر ما عملت اختبار حمل في يوم من الأيام وطلعت وكان في حامل. والعقم الثانوي هو ان هذه المرأة تكون حملت في وقت ما في يوم ما ولم يحدث حمل لاحقة. المعتقد الخاطئ في المجتمع المصري هو انه سيدة تقول لك انا كنت حامل عرفتي منين غيبة الدورة عرفتي منين اصل مش عارف في حتة نزلت عليا كده اصل في راس عيل نزل اصل في حاجة شكلها شكل البيبي قد عقلة الصباع ولا عقلتين صباع. الكلام ده كله كلام فارغ. الحمل هو حاجة من الاثنين يا اختبار حمل في الدم ووجود حمل والتأكيد على ارتفاع هذا الهرمون لأنه ممكن يطلع مرتفع بالأوانطة أو أنه هذه المرأة تكون عملت موجات صوتية والموجات الصوتية بتقول أن في كيس جنين أو كيس حتى لو ما فيهوش جنين داخل تجويف الرحم ده أكيد يبقى حامل. يبقى كده حامل. أي حاجة تانية لا تأخر الدورة أو أي حاجة تانية لا لا لا, لا خالص. طيب حضرتك اتكلمت عن العقم الاولي، ايه الحالات بقى الخاصه بالعقم الاولي والحل بقى العلاج ايه؟ برضو تاني تاخر الانجاب قد يخص الرجل وقد يخص المراه. وما يخص الرجل هو الحيوان المنوي وما يخص المراه هي قناه فالوب والتبويض وتجويف الرحم. والحيوانات المنويه هي عدد حركه كفاءة. حركه اماميه وشكل الحيوان المنوي. وعلى ان انت قلتي كلمه كفاءه هرد على دول وبعدين ادخلك في قصه الكفاءه. العدد ما هو اي حاجه فوق ال 15 20 في المليون تعتبر سليمه. اقل من 2 مليون يبقى ضعف شديد في الحيوانات المنويه كعدد. الحركه والحركه الاماميه اي حاجه فوق ال 30 40% تعتبر سليمه. الحركه الاماميه اي حاجه اقل من 10% يبقى ضعف شديد في الحركه الاماميه للحيوان المنوي. التشوهات اي حاجه اقل من 97% تشوهات تعتبر سليمه يعني مجازا يجوز وجود 97% من الحيوانات المنويه مشوهه في عمليه تصنيع الحيوان المنوي عند الرجل. الكفاءه في واحد عنده حيوانات منويه رائعه في التحاليل ولا يحدث حمل وفي واحد عنده تذبذب في الحيوانات المنوية ويحدث حمل وفي واحد استجابته للعلاجات حال وجود ضعف في الحيوان المنوي بيخلي الست دي تحمل في ثانية وفي رجالة بيهاتوا في العلاجات لتحسين خواص الحيوان المنوي وستاتهم ما بيحملوش وفي رجالة عندهم ضعف شديد جداً في الحيوان المنوي وتفاجئي بان مراتهم بتحمل الست بتحمل طبيعي وفي رجاله عندهم ضعف شديد في الحيوان المنوي ومقارب للصفر ومع اول لقاء لبويضه بحيوان منوي خارج الجسم اللي اسمه حانم جاري تلاقي الست دي حملت. المعيار بقى هنا ده. المعيار هو انه نمره واحد يكون هذا الحيوان المنوي ظاهريا يجوز استخدامه ظاهريا راس وده ورقبه وديل تفاعله في اللقاء مع البويضه خارج الجسم يبشر
او يدي مؤشر لانه هذا الحيوان المنوي في احتمالية لإحداث حمل. ولكن فعلا في مجموعة من الرجال رغم ظاهرية الحيوان المنوي في التحاليل كعادية وفي اللقاء بين البويضة والحيوان المنوي حتى خارج الجسم وحتى لما بيحصل تخصيب وحتى لما بيبقى في أجنة كويسة، هؤلاء الرجال بيبقى، ودول نسبة قليلة جدا، هؤلاء الرجال بيبقى في صعوبة شديدة من هذا الحيوان المنوي في إحداث حمل، رغم أنه الحيوان المنوي كويس وممكن تبقى التحاليل كويسة وممكن يبقى أنا منقي الحيوانات المنوية بصورة محترفة جدا وممكن تبقى الحيوانات المنوية دي خصبت البويضات خارج الجسم بصورة رائعة. عارف حضرتك من 10 سنين أتى إلى الطب حاجة اسمها الإيمزي. إيمزي اللي هو تكبير ميكروسكوبي للحيوان المنوي آلاف المرات. يعني في ميكروسكوب مكبر، دون الميكروسكوب ده في معامل الحال المجهري، أدي البيضة هي بتظهر مكسمة وادي الحيوان المنوي بيبقى جوه إبرة. الإبرة دي مش زي الإبرة اللي احنا بنتشك بيها، إبرة زي الإبرة اللي احنا بنسحب بيها عينة الدم بس بلاستيك رقيقة جدا، لو مسكتيها تكسر. جوه الإبرة دي اللي اسمها الانجكتنج نيدل بيبقى فيه حيوان منوي واحد بس. حضرتك بتدخلي الحيوان المنوي ده جوه البيضة، ده اسمه ايه؟ حقن مجهري. قال لك ايه؟ لا لا احنا الحيوانات المنوية دي احنا لازم نشوف لها حل. احنا عندنا رجال الحيوان المنوي بتاعهم احنا بنسحب بيض ونزرع اجنة مرة واثنين وثلاثة وعشرة والستات ما بيحملوش. ما تيجي نكبر الحيوان المنوي ده عشرات الالاف بقى من المرات، فبدوا يكبروا الحيوانات المنوية وينقوا ويقول لك الصدوان مش عارف الايه في ايه وده في ايه وكلام من ويوم واخدين الحيوان المنوي المتكبر عشرات الالاف ده ويحقنوه جوه البيض وفضلوا يعملوا ابحاث وراحوا وجم وفي الاخر ما عرفوش يضحكوا لا على نفسهم ولا على الدكاتره ولا على المجتمع الطبي. وكل ما اتى به هذا الفحص وتكبير الحيوان المنوي عشرات الالاف من المرات انه زود من نسبه حدوث، ركزي بقى في الجمله دي، حمل كيميائي. يعني ايه حمل كيميائي؟ يعني الجنين في بداية مراحل تكوينه. هتقولي لا هم نسيوا بعد لما يكبروا الحيوانات المنوية مئات الالاف ولا عشرات الالاف من المرات ان هم يفحصوا الجنين وراثيا او جينيا ما قبل زراعته داخل تجويف الرحم. طب ماشي، هو انا لو فحصت هذا الجنين وراثيا او جينيا بعد لما نقيت حيوان منوي سليم، انا مقتنع او الطب قال لي او كويس. الفحص ده قال لي يلا الحيوان المنوي ده هو اللي هيجيب عيل وبيجيب اجوان. برضو تاني في نسبة حمل ونسبة الحمل ما اتغيرتش، طب احنا شايفين ولكن المجهري. ده اللي هو اللي احنا كنا بنحكي عليه اللي هو حقن البويضات بحيوانات منوية ده خارج الجسم اللي هو الطبق، ودي طبعا صورة تخيلية وليست صورة حقيقية. ودي النقط البيضة دي بيبقى داخل كل نقطة بيضة بيبقى فيه بويضة، وداخل النقطة البيضة دي مادة معينة بتبقى غذاء للبويضة، وبعدين بعد كده بنحن جوه البيضة الحيوان المنوي. قال لك ايه بقى؟ انت كده بقى عندك حيوان منوي انت كبرته عشرات الالاف من المرات وعندك جنين كمان بالمرة فحصته وراثيا، انت كده زرعت الاجنة. هو انت عليت سنة من نسبة الحمل، عليت سنة صغيرة من نسبة الحمل بس ما عليتش كتير، وعليت اكتر النسبة بتاعت حدوث حمل كيميائي. يعني ايه حمل كيميائي؟ ما هو بص يا حضرتك، ما هو لو الحيوان المنوي ده انا مش مكبره وانا راجل بسيط وبعمل شغل حقن مجهري بما يرضي الله بس من غير ما ادخل نفسي في سوفسطائية الاجراء، هتحمل الست هتحمل مش هتحمل هذا الجنين لن يلتصق على بطانة الرحم خلاص. وعند النقطة دي لازم يكون محطوط قدام الرجل والمرأة اللي بيعملوا وسائل إخصاب مساعد الإخصاب ال- 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 التكلفة والإجراء. هنا ده الحقن دكتور في فيديو ده بالظبط، دي الإبرة اللي أنا كنت بحكي لحضرتك عليها وديا البويضة، ودي اللي هي اللي في الناحيه الثانيه دي الابره اللي بتمسك البويضه عشان ما تبقاش بتلق تحت الميكروسكوب، والابره دي داخلها حيوان منوي واحد فقط ويخترق السطح الخارجي للبويضه الابره، وداخل هذه الابره حيوان منوي
وهحكي لكم قبل ما نخلص ايه اللي بيحصل بقى بعد لما يدخل الحيوان المنوي جوه البيضه. ولكن تاني الاجراءات الطبيه داخل مراكز تاخر الانجاب لابد ان تكون مدروسه ودراستها، هي الاجراء ايه؟ تكلفته ايه؟ وهيفيدني بقد ايه؟ وهيرفع من نسب الحمل قد ايه؟ دكتور احمد للاسف الوقت انتهى برضه. المره الجايه احكي لك حيوان المنوي لما بيدخل جوه البيضه. ما بنشبعش من حضرتك دكتور احمد، منورنا وبنستفاد من معلوماتك جدا. كان منورنا في الاستوديو استاذ دكتور احمد عوض الله استشاري الحق المجهري واطفال الانابيب بمركز دار الطب وعضو الجمعيه البريطانيه بلندن وصاحب مركز دار الطب. نورتنا دكتور. شكرا. مشاهدينا انتظرونا فقرات جديده ومميزه من برنامجكم طيب الحياه، الى ان نلقاكم دمتم في رعايه الله.